السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زيد. اليوم نزيدوا حصة أخيرة على زين عامر، على هذا زين عامر الصحافي كي كشفت لنا المؤامرة اللي احنا هدرنا عليها والشعب الجزائري كاع على بالو بها والناس كاع على بالو بها. ما خاصناش دروك حتى الناس فاقت تجو تقولوا لنا، الناس فاقت. انا رانا نهضروا فيها من نهار داروا الجروب تاع الجزائر يلعب كاع في المغرب، داروا بوركينا فاسو نيجر جيبوتي كاع يلعبوا في المغرب. من نهار الاول عرفنا اش كاين وقلنا لكم، وانتوما داسين على الشعب اللي يسكت بالك القجع يزعف، سكتوا بالك القجع يسبالك واحد. بصح كي خرج كي حسيتوا بالخاطر وحسيتوا اش كاين، اليوم راكم تقولوا لنا القجع تاع اليوم. حنا انا واحد كيما انت زين عامر الا عندك الجراه كي راك تسمع لنا، انا على بالي بلي تسمع لنا وعلى بالي عاودت الهضره تاعي تاع نتحدى اي واحد يروح يوخر يوخر امين لابدي ويوخر المكلف بالاعلام. هذيك هضره تاع نتحدى قلتها راني في عام، انا راني هدرتها في عام، ما هدرتهاش البارح، هدرتها في عام تاع القجع وتاع منا والدبلوماسية الجزائرية تحركت والحاج محمد راو تحرك والناس تحركت من أجل حماية المنتخب الوطني من القجع. هدرتها راني في سيمانتين هالي قبل لا يوخروا النيجر، قلت لكم النيجر غادي يخرجوها وضروك رانا نتحركوا باش نوخروا جيبوتي. فانك باش نوخروا جيبوتي، فانك حاجة أخرى باش نوخروا جيبوتي، يعني امكانيات كبيره كبيره كبيره، امكانيات كبيره، حظوظ كبيره 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 كبيره. نقولوا 95% جيبوتي غادي نوخروها من المغرب. قلت انا كنت نقول لكم مؤامره الحقيقيه ماهيش في النيجر. الناس اللي خرجوا لي يقول لك المؤامره ماشي النيجر، لا راكم غالطين. المؤامره الحقيقيه الا قعد جيبوتي في المغرب ماشي نخسروا، تخسرش تخسر، يديروا الكل في الكل باش تكون عندك بطاقات باش يكملوا باش يعروك في بوركينا فاسو. ربع ايام بعد كي تجيك تيبك بلاك سوا ولا يشدوك ماتشنيل. النيجر كانوا معولين في المغرب يشدوك ماتشنيل، يشدوك ماتشنيل كانوا معولين. تاع الجزائر عرفت كيف الدبلوماسيه ومنا، وانت الى عندك الجراه وتنجم تخبرنا. 2018 يا سي زين عامر خبرنا، هي خبرنا من 2016 كيفاش كنتو منظمين، كيفاش كنتو تضربوا في اللعابه، وكيفاش شكون اللي دار المؤامره الحقيقيه بعدم تاهل الجزائر الكأس العالم. والكلمه المشهوره راهي عندي هنايا اللي انت قلتها، قلت له ما نروحوش كوب دي مود، ما نروحوش كوب دافريك، نقعدوا هنا بيناتنا. انت قلتها لك ناسي، انا راهي عندي، يا انا راهي عندي، لا انت راك ناسي، انا راهي عندي هذه منظر نقول لك راهي عندي هنا، يعني كاينه ما كاش مشكل اكسام راهي عندي هنايا تاع نقعدوا هنا ما نروحوش كوب دي موند ونقعدوا هنايا. ومن بعد الفيفا رسلت لكم 60 كيما نقول احنا 60 بي زاتشي شاد داغي الصحافه صحابه، داغي الصحافه صحابه، روحت انت كاع روحتو كاع الصحافه هذوك كاع روحتو اللي خدمتو دار لكم كادو، تاعكم كادو ومن بعد تاعكم لي كادو اللي تخدمو دي ماناجر كيما انت زين عامر تخدم ماناجر مع حاكم مدان. الا ما زلت معاه ولا وخرت، ما على باليش الا وخرت بصح كنت تخدم معاه، وكان عندك الصديق تاعك الهادي ودعلي وما ندخلوش، كنت تخدم معاه فانك في معسكر راك عارف بلا ما نهدر. قبل لا نهضروا على المغرب قولوا لنا انتوما شكون، انتوما من انتم؟ انت كي جيت راك تهدر، جيتي كوني بيان، انت علاه جيت تهدر؟
نقول لك تعال اجي تهدر، راك في 4 أيام عاير الدبلوماسية الجزائرية، عاير تاع مامرة. اليوم جيت تقول لهم نشكر السياسة الجزائرية والسياسة الخارجية الجزائرية، خاطش الرئيس تبون البارح على ماكش تقال، لن نتسامح مع أي طرف كان بتشويه الصورة الدبلوماسية الجزائرية أو السلطة الجزائرية. جيت تجري نتايا لك ناصي تحية الدبلوماسية تاعنا، تحية السياسة تاعنا، تحية منا، تحية من بالك بالك أزروح. عندي فيديو هنا كلش كاين، وين تكلم زين عامر أن الأمر أوحى وين يوحي له أن المغرب لعب مع الجزائر وحقق وين سمحوا لنا وين شعدنا كيفاش، وذكر عامر بزيارة متكررة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفرتينو إلى المغرب، منوه إلى علاقة متينة التي باتت تربطه مع فوزي لقجع رئيس جميع المغربية للعبة ذاتها. بصح انتوما وصلتوا الجزائر انتوما وانت منهم. شوف راني بيان في راسي، على بالك راني غاير غاير، راني مليح. علاه شكون دو راك عاقل على روحكم؟ راكم عاقلين على روحكم؟ شكون عاقل على روحكم؟ الحاج راهو راهو انتوما حاربتوه حتى في الاتحاد العربي، انتوما انتوما تعقل عليها زين عامر تاج الحلو. انتوما قلتوا بلي راهو راهو هرس النهب في مصر، تاج الحلو قال لكم يا ودي راهو راهو لقانا راهو راهو في الليل على الوحدة تاع الصباح في مصر، عيط جانا واحد سعودي خلص علينا لوتيل، قال لهم كلش خالص من عند الحاج، قال لك منا وراهو راهو وقف معنا. انتوما سكتوا عقلوا تقولوا راهو راهو دار خيانة للنهب والجزائر، تعقل عليها راه عندي الفيديو كلش متيري شارجي. على ما نأمنش فيكم أنا يا جد، ما نأمنش فيكم، ما نديش فيكم كونفيونس. تي تخلعني أنا تقول لي بلي بالماضي، بالماضي على بالنا بالماضي هو اللي هو اللي عين الناس في الاتحادية. بلا ما تقول لي أنا على بالي بلي أنا هدرتها، اللي بغى يضرب راسه على الحيطان كاينين الروسيات ماشي الحيطان. على بالي بلي بالماضي افرض الجماعه قال لهم كيما وخرتوا لي زتشي، الشعب قاعد ضد زتشي بالماضي جاي مع زتشي، الشعب قاعد ضد هذه المنظومه بالماضي جاي معاهم. بالماضي هو انا كي قلت بلي بالماضي هو اللي فرض هذا الاعضاء بهلول جماعته يقعدوا، بالماضي فرضهم، بالماضي فرض يقعد امين لابدي المكلف بالاعلام. انا على بالي كاين امور خافيه، كاين صوالح صوالح ما يبانوش، هذو اللي هدرهم زين عامر هذو اللي كنت نهدر لكم انا عليهم، كاين واحد صوالح ريسانكم ما تامنش براس هاي تقول بلي راني نمشي بلا راس. على بالك نهار اللي غادي تفيق غادي تولي تقول راه حمار خير مني، نهار اللي غادي تفيق خلينا من الناس اللي فايقه، كاين بزاف ناس على بالهم شكاين، بصح الناس لي مساكين متبعين تاع تيك شونك غادي نهار لي تفيقوا غادي تولوا تقابلوا الحمار تقولوا انت انا وانا انت، غادي ما تامنوش، غادي تقول الحمار خير كيفاش انايا ما فقتش، كيفاش انا ما فقتش، غادي كيما هكا تولي تضرب في روحك، غادي تولي كيفاش انا ما فقتش، تولي تروح للمرايه تشوف روحك حمار. انا نقولها لك تي بافوار ما نتقلقوش، قال لك الدوام يثقب بالرخام، انا قاع ما نتقلقش. الناس يعايروا فينا هاي 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 ها راه وين خرج، قال لكم يا ودي المخير يقلع، هذه انا هدرتها هو عاودها، قلت لكم لقجعها كيف كيف راه عاودها لكم، قلت لكم باللي تحرك الدبلوماسيه الجزائريه مع السيد الحاج محمد راوراوا ها راه رد على امين لابدي، قال له راوراواي ما كان له، قال له خدام مع الناس ما يخدموا تاع يسكت، رد عليه. بصح انتوما اللي خليتو لقجع يولي غول عليكم، انتوما رديتو لنا لقجع. هو بالنسبه عند كي تشوف كي تروح عند الحاج محمد راه وراه تقول له اسي الحاج لقجع راه غابنا يولي يضحك، تقول له لقجع غادي يغبنا يولي يضحك، خاطر لقجع يعتبر قازم امام الحاج محمد راه وراه.
ثم حاربتوا الحاج هنا حداد وجماعته هذيك حاربتوه ماجر راح لتونس راح راح دار باش ما يفوتوش على الحاج دار حمله باش ما يفوتوش على الحاج يا رب العالي ما تعقلوش ماجر ولا دار التيل ماجر هذا الخبيث هذا قال لك ماجر يدخل شوبين الحبس اولا اولا ندافع على بلادي انا ما خونش بلادي وندافع على بلادي انا يعني خرج واحد البغل قال لهم كوي ماجر يدخلها الحبس اقول ندخل لي الحبس اقول انا ماجر يدخل لي الحبس ماجر انا هو الصنارة تاعو انا هو الصنارة انا هو الصنارة تاع الدولة عنده لو كان يجي يعرف شو كي غادي يصرى له انا هو الصنارة تاع ماجر يا ولد لي باطار